لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسؤولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية دعم وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا سموه من التحديات التي تشكل خطرا على الأمن الإقليمي. وشدد سموه على ضرورة تكاتف الجهود في التصدي لهذه التحديات، مؤكدا سموه أن دول مجلس التعاون تقف جميعها في خندق واحد في مجابهة المخاطر التي تعتريها وبخاصة الإرهاب، منوها سموه ضمن هذا السياق بالتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال عاصفة الحزم باعتباره نموذجا للتعاون الخليجي والعربي في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضده. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العالم يعيش أوضاعا سياسية واقتصادية متقلبة، وهو ما يستلزم المزيد من الوعي الذي يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وقال سموه إن التحديات على اختلاف أنواعها يجب أن لا تؤثر في تعاضدنا وتماسك نسيجنا المجتمعي، وعلينا أن نزيد من وتيرة العمل لصالح الوطن وأن نحول هذه التحديات إلى فرص لتحقيق ما نتطلع إليه من خير لوطننا وشعبنا. وأكد سموه أنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية إلا أن مسيرة التنمية مستمرة في كافة المناطق، لا سيما المشروعات الخدمية والإسكانية والصحية والتعليمية والبنية التحتية، من أجل توفير أفضل السبل التي تؤمن للمواطنين حياة كريمة ومزدهرة.